بخير، ساعدني. هذا ما نحتاج إليه. قل نطير إن عطاف. نحن آسفون. في الحقيقة، طيب سأقول لك ما حدث. يا سلام، الجو تمام التمام. تمام التمام، برم برم برم.
20. أرجوك يا دب أوقف الآن. إيه احذر شجرة شجرة. أرجوك يا دب رد علي، أنا ماشية، ساعدني. لن أعيدها، لم أقصد أن أؤذيك. أعترف أنني أخطأت. لكني أستحق ذلك. هل أنت مريض يا دو؟ طيب أنا سأعالجك. تعال ودع الأمر للطبيبة ماشا، ما رأيك؟ أولا سأفحصك كي أعطيك الدواء. حسنا حسنا. أوه فمك كبير، لكنني لا أسمع دقات قلبك. ترى ماذا سأعطيك يا دبدوبي؟ العلاج الذي يناسبك، الراحة والنوم. هيا افعل ما قلته لك، تمدد. دواءك هو الشاي والمربى. يجب أن يكون الدواء حلواً ولذيذاً. تحركت في غيابي؟ ما زلت مريضة؟ حسنا لا بأس، سأعالجك مرة أخرى. شيء غريب، قلبك لا يدق. ترى لماذا؟ غريب، دقاته مثل الساعة. عليك أن ترتاح وألا تغادر الفراش. مريض اليوم ومريض كل يوم. لا بأس لا بأس، سأفحصك مرة أخرى.
اسمعني، يجب أن تنام وترتاح. الطبيبة ماشا لن تتأخر. لا، كيف تحيي الجمهور؟ لا أحب هذه السلالم.
نوع اللعبة التي تلعبانها؟ والآن ماذا عليك أن تفعل لكي تفوز؟ أعجبتني هذه الأحجار الجميلة، أحببتها، ولا سيما ذلك الحصان. حان الوقت لأقود حصاني. درجن درجن درجن. ماذا؟ نلعب ثانية؟ درجن درجن درجن. حسناً، لا تلعبا بهذه اللعبة بعد الآن. يا دب، thank you.
عجباً عجباً، وأين ذهبت الرسوم المتحركة؟ فلنبدأ التحقيق الآن. 1 2 3 4 رسوم متحركة، سأضغط على الميكروفون، سأقول ماشا والدب. الأمر بسيط جداً، والآن حاول